يا ترى ايه سر التطورات الجديدة في السوق السوداء للعملة؟ وليه الدولار رجع يرتفع من تاني؟ وهل ممكن نبوءة بنك كريدي سويس بوصول الدولار لمستويات بين 45 و50 جنيه تحصل؟ وازاي الحكومة ممكن تحل أزمة عجز السيولة؟ بانكير نبض البنوك. في تطور جديد حصل في السوق الموازية للدولار في الكام ساعة اللي فاتوا، ورجعت العملة الأمريكية ترتفع من تاني بعد ما كانت وصلت ل 36 جنيه، وحالياً بيتم تداولها في حدود 38 إلى 40 جنيه وسط توقعات متزايدة عن تراجع محتمل في قيمة الجنيه خلال الفترة الجاية. ومن فترة أثار تقرير بنك كريدي سويس بشأن حدوث تراجعات جديدة للجنيه المصري حالة من الشك عند كتير من الخبراء والمحللين اللي شككوا في مصداقية التقرير اللي توقع انخفاض الجنيه لمستويات بين 45 و50 جنيه للدولار الواحد. وعمق البنك السويسري نظرته السلبية للاقتصاد المصري اللي أعلن عنها في فبراير الماضي بعد ما كانت نظرة محايدة في ديسمبر 2022. وهذا التقرير اللي أعده المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري فهد إقبال أعاد التوقعات المتشائمة إلى الجمود اللي أصاب الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري. وتوقع البنك السويسري حدوث تراجعات قياسية بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وقال إن انخفاض العملة المصرية ممكن يوصل ل 30% مقارنة بالسعر الحالي، ليصل سعر صرف الجنيه إلى ما يقرب من 45 جنيه للدولار الواحد. وعد الكريدي سويس مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال 3 شهور إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار، وعدل كمان توقعاته للسعر خلال ال 12 شهر إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، بشرط نجاح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات. وشكك عدد من الخبراء في مصداقية توقعات كريدي سويس، وقالوا إن تحركات الحكومة المصرية خاصة في ملف الطروحات هتعمل على تهدئة الأوضاع، وخصوصا إنها قطعت شوط كبير فيما يتعلق بطرح حصص في الـ 32 شركة اللي تم الإعلان عنها بداية العام الحالي. وأكد الخبراء أن البنك السويسري قدم توقعاته من غير ما يشير إلى تحركات الحكومة لتوفير موارد دولارية من أكتر من اتجاه، واختزل المعطيات اللي بنى عليها توقعاته في مجموعة من الأرقام الحالية، لكن في استبشار إن تنفيذ برنامج الطروحات هيكون مساهم إلى حد كبير في إحداث استقرار على المدى الطويل في سوق الصرف. عدد تاني من الخبراء اعتبر تقرير كريدي سويس محاولة للضغط على الحكومة المصرية لتخفيض قيمة الجنيه، خصوصاً إن مصر ما حصلش قبل كده إنها تخلفت عن سداد أي التزامات خارجية. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بنكير نبض البنوك.